يقول البعض من الناس إذا جلسوا في المجالس بدأوا يخوضون في مسائل كبيرة كالولاء والبراء والاستعانة بالكفار وغير ذلك، وعلما بأن بعضهم يتطاولون على كبار العلماء، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ نصيحتنا لهؤلاء أن يتقوا الله وأن لا يتكلموا إلا بعلم. أما الجهال والأنصاف المتعلمين أو المبتدئين فلا يجوز لهم أن يدخلوا في المسائل الكبار وهم لا يحسنونها. ثم أيضا لا مناسبة في بحث هذه المسائل المجالس، إنما تبحث في الدروس وعند أهل العلم، تبحث مع العوام ومع في المجالس، أن هذا من الخوض في العلم بغير، لأن هذا من الخوض في مسائل العلم من غير فقه في ذلك، ولأنه لا مناسبة لعرض هذه المسائل في المجالس التي يحضرها العوام والجهال. نعم.